اليوم عندنا فرحة مرة كبيرة في البيت. من زمان ما فرحت، من زمان ما سمعت أي خبر يثلج صدري ويفرحني كأم. مشاعل حامل، الخبر بسطني بشكل مو طبيعي، كنت أطير من الفرحة. الله يتمم لها على خير إن شاء الله. كلنا كنا مبسوطين بالخبر، لكن راشد يفكر إنه يسمي حفيدتي صوفي إذا جت، وزيد يقول إذا جاء ولد بيسميه راشد. ما لقوا أحسن من هالاسم، لا راشد ولا صوفي، هذا حفيدي أو حفيدتي، وأنا اللي بختار لهم الاسم، أو يسموني اللي يبغونه. مشاعل وزيد بكيفهم، ولدهم هم حرين، لكن راشد لا، وصوفي لا. وركزوا في لا، حطوا تحتها 100 خط أحمر. أنا ما أقبل أن حفيدتي يكون اسمها صوفي، ما يكفي في صوفي واحدة في حياتي، يبون يخلونها 2 ويسمونها غادة. أنا أولى